اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 8 بارت 1 اللي بعنوان ابروكسيميتنج تو ذا نيرست تيرم. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس السهله جدا، عباره عن رول. الرول دي هنمشي عليها الدرس ده وباقي دروس الابروكسيميشن. طيب تعالوا مع بعضينا كده نتكلم عن الابروكسيميشن ونعرف هو ايه. لو احنا قلنا ان الديستنس بتوين كايرو واسوان، المسافه ما بين القاهره واسوان، 895 كيلومتر. 895 دي قريبة من ايه؟ يعني لما نتخيل النمبر ده قريب من انه نمبر؟ قريب من 900. يبقى احنا بدل ما هنقول 895 هنقول approximately 900 كيلومتر. بالعربي يعني تقريبا، يعني النمبر ده تقريبا كذا. طيب انا بستفاد ايه من الابروكسيميشن؟ بيديني نمبر سهل ان انا افتكره. يعني بدل ما نقول ان المسافة 895 هنقول ايه 900 على طول، فسهل ان انا افتكر 900. مثلا هنا انا عندي الشوز ده البرايس بتاعه 124.75 بيسترز. اوكي، لو احنا تخيلنا كده المبلغ ده او سعر الشوز ده قريب من ايه؟ قريب من 125. حاجات بسيطة. فبدل ما انا اقول النمبر ده كله وافتكره بيبقى صعب، فبنعمل ايه؟ نقول تقريبا 125. اوكي، يبقى الابروكسيميشن بيسهل عليا ان انا اتذكر النمبر الاصلي. ازاي الكلام ده؟ لان انا في الابروكسيميشن بخلي النمبر عباره عن مالتيبلز اوف 10 او 100 او 1000، حاجات فيها زيروز سهل ان انا افتكرها. طيب مثلا الولد ده عمره 7 years و 10 months. لو انا قلت لكم كده في ولد عنده 7 years و 10 months، ده تقريبا عمره قد ايه؟ هتقولوا لي على طول ده تقريبا عنده 8 years. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ سهلنا ان انا ايه اتكلم عن العمر بتاعه. لو انا عندي مثلا 4 او 5 boys وعايز اتكلم عن اعمارهم، وكل واحد فيهم مثلا سنه كذا ومعايا فراكشن صغير، هيبقى صعب ان انا اتذكرهم كلهم. فبعمل ايه؟ بعمل ابروكسيميشن، كل واحد فيهم اقربه لنمبر، النمبر ده سهل ان انا اتذكره بعد كده. تعالوا مع بعضينا نشوف اول درس عندنا في الابروكسيميشن اللي هو الابروكسيميتنج تو ذا نيرست 10. يعني ايه ابروكسيميشن تو ذا نيرست 10؟ ال 10 دي يا اولاد معناها ان انا بقرب للبليس فاليو اللي اسمه 10. يعني انا عايز اشوف النمبر بتاعي عباره عن مالتيبلز اوف 10. يعني مثلا انا عندي ال 22 وال 25 وال 27، عايز اعمل لهم ابروكسيميشن، عايز اقربهم، يا اما ياخدوا 20 يا اما يبقوا 30. ده اللي انا عايز اعمله. لما نقول ابروكسيميت تو ذا نيرست 10، كل النمبرز اللي عندي هتتحول لايه؟ لمالتيبلز اوف 10. تبقى 10 20 30 40 50، ما اشوفش حاجات فيها يونتس خالص، يعني اليونتس دي مش هنشوفها. طيب ايه هي القواعد بتاعتنا بتاعت الابروكسيميشن؟ يعني مثلا ال 27 نقربها لل 20 ولا لل 30؟ لا، نقربها لل 30. ال 22 نقربها لل 20، بعيدة جدا عن ال 30. طيب الميدل ال 25 بالظبط، هل ناخدها 20 ولا ناخدها 30؟ القاعدة بتاعتنا بتقول الميدل، يعني لو في عندي ال 5 ياخد الايه؟ ياخد الكبير. طيب ايه هي النمبرز اللي هتزود وايه هي النمبرز اللي مش هتقدر تزود؟ ناخد بالنا. لو انا عندي 0 و 1 و 2 و 3 و 4، النمبرز دي كلها لو جت في اليونتس مش هتقدر تزود النمبر للايه؟ للمالتيبل اوف 10 اللي بعديه، مش هتقدر. يعني مثلا ال 23 وال 24، ال 3 ما تقدرش تزود ال 2 وتخليها 30، وكذلك ال 4. اول ما نيجي عند ال 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال 9، النمبرز دي تقدر تزود الديجيت بتاع ال 10 وتخليه يوصل للمالتيبلز اوف 10 اللي بعديه. يبقى احنا الرسمه دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان انا عندي النمبرز من اول الزيرو لحد الفور مش هتقدر توصلني للمالتيبل اوف 10 اللي بعديه، لكن الفايف والسكس والسيفن والايت والناين دي نمبرز تقدر تزود الديجيت بتاع التنس. ولما بنيجي نكتب السيمبل بتاع الابروكسيميشن بنكتبه كده، يعني مثلا هقول كده 22، نعمل كده شرطه وفينا شرطه مايله كده، دي معناها ان ال 22 is approximately equals 20، وهنا ال 27 نقول ان هي approximated to 30، يعني ال 27 is approximately equals ايه؟ equals 30.
هنتعرف دلوقتي على القاعدة اللي هنمشي عليها الدرس ده وبقية الدروس بتاعة الابروكسيميشن. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكزامبل ده عشان نتعلم ازاي نعمل ابروكسيميشن تو ذا نيرست تيرم. وممكن بدل التن دي يقول لي ابروكسيميت تو ذا نيرست، يكتب لي كده تن. اوكي، هنعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين هو قايل لي ايه 10، يبقى نيجي عند ال 10 بليس. اول حاجه هنعملها اهو نروح عند البليس اللي هو قايل لي عليه، بيقول لي نيرست 10 يبقى نروح عند ال 10 بليس. مين هو ال 10 بليس هنا؟ ده اليونتس، ادي ال 10 بليس. نيجي على يمينه ونحط خط كده، وبعد كده نعمل سهم كده الفور، نشوف هتدي للتو ولا مش هتدي. نعمل كده بالظبط، يلا نشوف هل الفور تقدر تدي للتو 1 وتزودها؟ لا مش هتزودها، احنا قلنا ان الفور ما بتزودش البليس اللي بعديها، يبقى معنى كده ان النمبر ده هيقل والتو هتفضل زي ما هي. يبقى النمبر ده هيبقى ابروكسيميت التو 5700، التو مش هيحصل لها اي تغيير، هتفضل زي ما هي، والفور تتحول لزيرو. ايه اللي حصل خليت النمبر ده مالتيبلز اوف 10؟ اليونتس ما بحطهاش في حساباتي، انا يهمني المالتيبلز اوف 10 اللي موجوده في النمبر. يلا نشوف اللي بعدها، بيقول لي هنا ابروكسيميت للنيرست تنس، يعني لو سمحت اليونت انا عايز اشوفها بزيرو، مش عايز اشوف يونتس خالص. من بعد البليس اللي اسمه 10 ده على الرايت مش عايز اشوف حاجه، عايز اخليهم كلهم زيروز. طيب هنعمل ايه؟ نيجي عند البليس اللي اسمه تنس، ناخد خط كده على يمينه ونشوف الفايف هتزود ولا مش هتزود. الفايف هتزود لي 1، يبقى التون خليها 3، تبقى 7 4 3. طب اعمل ايه في الفايف؟ نخليها برضو زيرو، نحولها لزيرو. يبقى اليونت سبليس ايه اللي هيعمله؟ هيتحول كده كده لزيرو، يا اما هيزود لي التن سبليس يا اما مش هيزوده. زي هنا اليونت سبليس ايه اللي حصل له؟ كده كده تحول لزيرو، وهنا ما قدرش يزود لي التن سبليس، لكن الفايف قدرت تزود التن سبليس. مش احنا قلنا ان الفايف وال6 وال7 وال8 وال9 يزودوا التن سبليس. طيب اللي بعد كده عندي هول وانز وعندي فراكشن، مش مشكلة أنا عارف القاعدة. هو قال لي ابروكسيميت تو ذا نيرست 10، يبقى نروح على التنس بليس. مين هو التنس بليس؟ أهو اللي هو الفور، لأن الوان ده في اليونتس والفور دي في التنسز. أعمل إيه؟ أحط شرط على يمينه كده، وبعد كده النمبر اللي بعد الشرط على طول أخده أعمل كده، وأسأل نفسي الوان ده يزود الفور ولا ما يزودهاش؟ ما يزودهاش، خلاص يبقى كل اللي على الرايت ده يتحول لزيروز، ودي تفضل زي ما هي عشان ال1 ما قدرش يزودها. يبقى النمبر ده از ابروكسيميتد تو 340، الفور ما زادتش وال1 اتحول لزيرو. طب وال4 برضه تتحول لزيرو، كل اللي على الرايت يتحول لزيرو. طب مين اللي بيخليني اخد القرار؟ النمبر اللي بعد الشرط على طول. طب يلا هنا فين التنس بليس ال8؟ اجي على يمينها واعمل شرطه كده ونشوف ال7 تزود ولا ما تزودش. لا ال7 تزود، يبقى ده هيبقى ابروكسيميت ال2، ادي ال2، ال8 زادت تبقى 9، وال7 يحصل فيها تتحول لزيرو على طول. طب واللي على يمينها برضه زيرو، يبقى كله زيروز، حاجات سهله قوي. طيب يلا نكمل مع بعضينا اكزامبل تاني. ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست 10، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اليونت سبليس لازم يكون فيه زيرو، النمبر اللي في اليونت سبليس حوله لي لزيرو وشوف هو هيأثر ازاي في التنس بليس. نحل ازاي؟ اجي عند التنس بليس اللي هو الفور ونحط شرطه كده على يمينه ونسأل نفسنا الفايف تزود ولا ما تزودش؟ تزود، يبقى هتقلب الفور فايف وهي تتحول لزيرو، يبقى ده ابروكسيميت التو، يبقى 50. يلا هنا فين التنس بليس ال8؟ نيجي على يمينها ونحط شرطه ونعمل كده، ال6 تزود ولا ما تزودش؟ تزود، يبقى ال8 تتحول ل9 وال6 تتحول لزيرو، يبقى 190. طب يلا هنا فين التنس بليس؟ اهو اللي هو ال3، اجي على يمين واعمل شرطه كده، وبعد كده اسال نفسي ال2 تزود ولا ما تزودش؟ ونعمل سهم كده عشان نوضح لنفسينا ايه اللي بيحصل. ال2 مش هتزود ال3، يبقى تتحول لزيرو على طول وال3 تفضل زي ما هي. هنا فين التنس بليس؟ التنس بليس اللي هو ال2، اوعى حد يقول لي ال2 ديت، دي التنسز، دي ليها درس هنشتغل عليه بعد كده. يلا النيرست 10 فين التنس بليس؟ اهو، نيجي على يمين ونعمل شرطه كده، ال3 تزود ولا ما تزودش؟ ما تزودش،
يبقى تفضل ال2 زي ما هي، ادي ال1 وال2. نعمل ايه في ال3؟ تتحول ل0. طب واللي هنا نعمل بوينت 2؟ لا، كله يبقى زيروز على طول، كله يقلب زيرو، كل اللي على الرايت يقلب زيرو. طيب هنا التنسب ليس مين؟ ال9. نعمل شرط على يمينها ونشوف ال7 تديني ولا ما تدينيش. ال7 تزود تبقى ال9 تبقى 10، ال9 تبقى 10 وال7 تبقى 0. طب ها والبوينت 8؟ نكتب بوينت 8؟ لا، نكتب 0 برضه. نيجي اللي بعد كده 25 اند هاف. احنا عرفنا ان الهاف عباره عن بوينت 5 وممكن نشتغلها كده على طول، بس احنا هنحولها الاول عشان احنا اتعودنا على شكل الديسمال نمبر. يبقى 25.8.5. مين التنس بليس؟ اللي هو ال2. نيجي على الرايت منه ونعمل شرطه كده ونسال نفسينا ال5 هتزود ال2 ولا مش هتزود؟ ال5 هتزود ال2. ال2 تبقى كام؟ 3، وكل اللي قدام هيبقى 0. وده ابروكسيميت ال2 30. نحط ايه دي؟ نخليها برده 0. زي ما انتم شايفين يا اولاد الدنيا سهله جدا. كل اللي احنا بنعمله بنحدد البليس اللي احنا هنشتغل عليه. هو طالب ايه؟ ابروكسيميت تو ذا نيرست ايه؟ الكلمه اللي يقولها لي اروح احط القلم عند البليس ده واجي على يمينه احط شرطه، والديجيت اللي على اليمين على طول هو اللي هيساعدني في ان انا احدد الابروكسيميشن. لو 5 او جريتر ذان 5 هيزود 1، لو ليس ذان 5 هنقلبه 0 ونقلب كل اللي على اليمين ايه؟ 0، ومش هيزود التنس بليس. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. هنا بيقول لي notice the position of each of the following numbers on the number line then complete as in the example. الاكزامبل بتاعنا مديني 43، وزي ما انتم شايفين على النمبر لاين هي ما بين ال 40 وما بين ال 50، يعني هو عايز يعمل لها approximation to nearest 10. واضح طبعا من الرسمة ان هي قريبة من ال 40. طب احنا عايزين نعملها، نعملها ازاي؟ نعمل كده، ادي 43 ده التنس بليس. نيجي على الرايت نعمل شرطة ونشوف ال 3 هتزود ولا مش هتزود. طبعا ال 3 مش هتزود، يتحول على طول لايه؟ ل 40. يلا نشوف النمبر اللي بعديه، مديني 488. واضح جدا ان هو قريب من 490، يعني ال 488 is approximated to 490. طيب عايزين نعملها، نيجي على التنس بليس، ادي التنس بليس اهو. اول واحد ده اسمه اليونتس، ده اسمه التنس. نيجي على الرايت منه نحط شرط ونشوف اليونتس هيديه ولا مش هيديله. ال8 هتزود، ال8 جريتر ذان ال5 يبقى هتزود ال8 دي، تخلي ال8 دي ايه؟ 9، وتتحول هي ل0، يبقى 490. يلا اللي بعد كده، واضح جدا ان ال 5021 قريبه من مين؟ بال 5020 وبعيده عن 5030. طب عايزين نعملها من غير ما نبص على الرسمه، نعمل ايه؟ نيجي على التنس بليس اهو، نيجي على يمينه نحط الشرط اهي، وبعد كده نشوف ال 1 تزود ال 2 ولا ما تزودش. ال 1 ما تزودش ال 2، يبقى تتحول ل 0 وتسيب ال 2 زي ما هي، يبقى هنا 5020. يلا اللي بعديها 315، في النص بالظبط. نيجي عند التنس بليس اللي هو ال1 ونحط خط كده على يمينه ونشوف ال5 تزود ال1 ولا ما تزودش. ال5 تزود، يبقى ال1 يتحول ل2 وال5 تبقى 0، يبقى 320. هنا ال2 تقرب من ال0 ولا تقرب من ال10؟ الله، طب هنعملها ازاي دي يا مستر؟ طيب هي لما اقول لك 2 فين التنس بليس؟ ال2 دي موجوده في اليونتس، التنس بليس فين؟ التنس بليس على اللفت هنا. طب موجود في ايه؟ موجود في زيرو. واحنا القاعده بتاعتنا بتقول ايه؟ نيجي عند التنس بليس ونحط شرطه كده ونشوف ده يزوده ولا ما يزودوش. التو تزود الزيرو ولا ما تزودوش؟ مش هتزوده، يبقى هتسيبه زي ما هو وتتحول هي لزيرو، يبقى النمبر كله بقى ايه؟ بقى زيرو بزيرو، اللي هو ايه؟ اللي هو زيرو. يبقى التو لما يحصل لها ابروكسيميشن للنيرست 10 تبقى ايه؟ تبقى زيرو. يلا هنا 97.3، واضح قوي ان هي قريبه من ال 100. طب عايزين نعملها، ادي 97.3. اول حاجه تسالوها لنفسكم فين البليس اللي انا عايز اشتغل عليه؟ هو ده التنس على يمين، نحط شرط نعمل السهم بتاعنا كده،
السيفن تزود الناين ولا ما تزودش؟ تزود، تبقى كام؟ تبقى 10، وهي تبقى 0، وكل اللي على يمينها برضو 0. يبقى 97.3 is approximated to 100. يلا مع بعضنا نحل اكسرسايز 2. يقول لي approximate each of the following numbers to the nearest 10. كل ده يهمني منه الحته دي، دي اللي هتعرفني مين البليس اللي هشتغل عليه as in a. طبعا هو هنا عامل لي للتوضيح. يلا هنا فين ال 10 بليس اهو، نيجي على الرايت نعمل شرط ال 9 تزود ولا ما تزودش؟ تزود، يبقى ال 9 تتحول 0 وال 2 تتحول 3، يبقى كده. هنا فين ال 10 بليس؟ ال 8 احط تحتيه بوينت صغيره كده واجي على يمين واعمل شرط ونحط السهم بتاعنا. ال 5 تزوده تبقى ايه؟ تبقى ال 8 تبقى 9 وال 5 تبقى 0، يبقى 90. يلا اللي بعديها فين ال 10 بليس؟ اوعى حد يقول لي ده، لا ال 10 بليس هنا، ده اليونس وادي التنس، نحط بوينت تحتيه كده ونيجي على يمينه نحط شرطه كده ونيجي نشوف ال 3 تزود ولا ما تزودش؟ مش هتزود، تفضل ال 3 دي زي ما هي وكل ده يبقى زيروز، يبقى 3 0 حط البوينت 0 0 0. اوكي ماليش دعوه بدول خالص. يلا فين ال 10 بليس؟ الله مش موجود، ده في اليونتس بس. يبقى ال 10 بليس نفتحه نحط فيه 0 كده، 0 صغير كده، واجي على يمينه واحط شرط، يبقى مين اللي هشتغل عليه؟ مين الديجيت اللي هشتغل عليه؟ هشتغل على ال 5 اللي هي في اليونتس. يلا ال 5 تزود ولا ما تزودش؟ تزود، يبقى الزيرو ده يتحول ل 1 وكل دول زيروز، يعني ال 5 هتكون 0 يبقى 1 وجنبيه 0 يبقى 10. اوكي يلا تنسب ليس فين؟ الزيرو نيجي على الرايت منه نحط شرط، ال 8 نشوف تزود ولا ما تزودش؟ ال 8 تزود تخليه 1 وال 8 تبقى 0 تبقى 110. تنسب ليس عندي ال 1 حط الشرطه، ال 7 تزود تبقى 20 والباقي كله طبعا 0. تنسب ليس عباره عن ال 1 نيجي هنا، ال 8 تزود تبقى 22 ونحط ال 8 مكانها 0 بوينت 0 0. فين ال 10 بليس؟ ال 0 حط شرط، ال 8 تزود ولا ما تزودش؟ تزود، يبقى هنا 2 وده 0 وده يتغير ل 1 وده يتحول ل 0 يبقى 2010. يلا ال 10 بليس فين؟ ال 9 على يمينه مين؟ ال 7. ال 7 تزود ال 9 ولا ما تزودهاش؟ تزودها تبقى 10. ينفع اكتب ال 10 في بليس واحد؟ لا، يبقى هنحط هنا 0 وهنكاري اب 1 على ال 9 دي، تبقى كام؟ تبقى 10. يبقى ده هنا 100 وال 7 تتحول ل 0 يبقى 1000. يلا هنا ما عنديش 10 بليس، نحط فيه 0 صغير كده خفيف كده ونحط على يمينه شرط، نشوف ال 6 تزود ولا ما تزودش؟ تزود وتتحول ل 0 يبقى 10. ها نحط بوينت 7؟ لا بوينت 0 كله بيتحول ل 0. هنا فين ال 10 بليس؟ ده اليونس، ال 10 بليس اهو اهو، حط على يمينه شرط، الزيرو يديني ولا ما يدينيش؟ ما يدينيش، يبقى كله 0. يلا هنا فين ال 10 بليس؟ ال 9 على يمينه نحط شرط اهو ونيجي نعمل ده كده، ال 9 تزود ولا ما تزودش؟ تزود. ينفع اكتب ال 10 هنا؟ لا، هنحط 0 ونكاري اب 1. 1 و 9 10، ينفع اكتب 10؟ مش هينفع، نحط 0 ونكاري اب 1. 1 و 9 10 ودي تتحول لايه؟ ل 0 يبقى 1 وجنبيه 4 زيروز اللي هي 10000. ال 3 ابروكسيميتد لايه؟ فين ال 10 بليس؟ حط فيه 0 خفيف كده، حط على ايه؟ على يمينه شرط، ال 3 تزود ولا ما تزودش؟ ما تزودش، تتحول ل 0 وهو كمان 0، يبقى النمبر از ايه؟ از 0. ال 10 بليس عندي اهو، نيجي على يمينه نحط شرطه، ال 4 تزود ولا ما تزودش؟ ما تزودش، تتحول ل 0 يبقى 9000. يلا اللي بعد كده ادي ال 10 بليس، نيجي هنا نشوف تزود ولا ما تزودش؟ تزود، تبقى كام؟ تبقى 10، هنحط 0 ونكاري اب 1 على 3 تبقى 4، ده زي ما هو وده زي ما هو، ودي تبقى ايه؟ تبقى 0 يبقى 21400. يلا هنا الفراكشن نغيره؟ مش لازم، لان ال 10 بليس عندي اهو، فانا حاجه هنا واشوف ده يدي ولا ما يديش؟ ما يديش، يبقى دي هتفضل 5 زي ما هي ودي 4 وده 0، كل الفراكشن بيبقى 0 يبقى 540 على طول. يعني مش لازم نحول هنا ال 1 اوفر 4 لديسمال، لان انا كده كده الفراكشن عندي هيتشال يبقى 0. طب يلا هنا 19 ديفايدد 4، لا
لما نيجي نحولها للديسمال كنا بنعملها ازاي؟ نقول كده 19 divided 4 اقرب حاجة في تيبل 4 لل 19. 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 4 توصلني لل 16، يبقى نحط هنا 4. لما ال 4 وصلتني لل 16 فاضل لي قد ايه اوصل لل 19؟ 17 18 19 فاضل لي 3، يبقى 3 over ال 4. طيب ادي اليونت سيبليس اهو، فين التنس اهو؟ حط شرط الفور تزود ولا ما تزودش؟ ما تزودش، يبقى هتتحول لزيرو وهو اصلا زيرو، يبقى ده زي ما هو ايه؟ زيرو. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي find the result of each of the following operations then approximate. ودي دايما المسائل اللي بتجي لنا في الامتحان، يعني يدخل درس الاوبريشن مع درس الابروكسيميشن، يقول لك كده اعمل العمليه دي كده ويعمل لك العلامه دي. احنا قلنا ان العلامه دي معناها ابروكسيميت، بس لازم اعرف ابروكسيميت لانهي بليس. نطلع كده نبص فوق هنلاقي لازم يكون كاتب لي هنا تو ذا نيرست ايه 10، لازم يوضح لي، لازم يوضح لي البليس. طيب يلا نعمل الاوبريشن ونشتغل بعد كده ابروكسيميشن. هنا في عندي بلس 5 بلس 2 يديني 7، 2 بلس 4 6، 1 بلس 3 4، 2 بلس 2 يديني 4، 3 بلس 6 يديني 9. يلا ابروكسيميت، فين التنس بليس؟ ال 6 حط على يمينها شرطه، ال 7 تديها ولا ما تديهاش؟ تديها، تحولها لايه؟ ل 7، وال 7 تبقى 0، يبقى 9 4 4 7 and 0. يلا هنا 4 بلس 7 11 1، وهنكاري اب 1، 1 بلس 0 يديني 1 بلس 6 يديني 7، 3 بلس 4 يديني 7، 5 بلس 9 14 4 وهنكاري اب 1، 1 بلس 2 ال 3، هنا مفيش حاجه تنزل ال 3. يلا فين التنس بليس؟ ال 7 نيجي على الرايت منه نحط شرطه ونعمل السهم بتاعنا. ال 1 يزود ولا ما يزودش؟ ما يزودش، تفضل ال 7 زي ما هي، وال 1 ده يبقى ايه؟ يبقى 0، تبقى 3 4 7 7 0. اللي بعديها 3 بلس 2 5، 2 بلس 8 10 0 ونكاري اب 1، 1 و5 6، 6 و5 11، 1 ونكاري اب 1، 1 و6 7، 7 و6 13، 3 وهنكاري اب 1، 1 و3 4، 4 و3 7. يلا نابروكسيميت، ادي التنس بليس على يمينه ال5، تزود ولا ما تزودش؟ تزود، تخلي الايه ال0 1 وهي تبقى ايه؟ تبقى 0، تبقى 7 3 1 1 0. يلا divided 100، لسه واخدينها الدرس اللي فات، هنحرك الديسمال بليسز تو ديجيتس توردس ليفت، ناحيه الشمال نمشيها ايه؟ مكانين، نمشيها تو بليسز، يعني هي اصلا هنا تتحرك، هنا ادي 1 ادي 2 توصل هنا، يبقى النمبر بتاعي عباره عن 432.67. فين التنس بليس؟ اهو 3، نعمل الشرطه بتاعتنا ونعمل السهم. التو تزود ولا لا؟ ما تزودش، تتحول لزيرو والثري تفضل زي ما هي. يبقى انا عندي 430.00، اوعى تنسوا تكتبوا ال 67، لا كله بيتحول لزيرو. يلا هنا 6 ماينس 5 يديني 1، 5 ماينس 6 ما ينفعش نبر من ال 7 1 تبقى 6 وال 5 15، 15 ماينس 6 يديني 9، 6 ماينس 6 يديني 0، 9 ماينس 3 يديني 6، ادي التنس بليس، حط الشرط، شوف ال 1 يزود ولا لا، ال 1 ما يزودش، يتحول ل 0 وال 9 زي ما هي، يبقى 6090. يلا 7 ماينس 1 يديني 6، 5 ماينس 9 ما ينفعش هنبر من ال 2 1 تبقى 1 وال 5 15، 15 ماينس 9 يديني 6، 1 ماينس 3 ما ينفعش ناخد من ال 6 1 تبقى 5 وال 1 تبقى 11، 11 ماينس 3 يديني 8، 5 ماينس 5 0، 4 ماينس 1 3. يلا فين التنس بليس؟ اهو نيجي على يمين ونعمل شرطه ونعمل السهم بتاعنا. ال 6 تزود؟ اه تزود، تخلي ال 6 ايه 7 وهي تبقى 0، نكتب يلا النمبر 30870. يلا نعمل ماينس، طبعا لما بيكون فيه كله زيروز كده وهنبره 1 من اخر واحد بنخليه هو، ننزله 1 هنا 6 ونخلي اول واحد 10 وكل اللي جوه ايه 9. طبعا اتعلمنا الكلام ده السنين اللي فاتت، 10 ماينس 3 يديني 7، 9 ماينس 9 0،
9 ماينس 0 9، 9 ماينس 5 يديني 4، 9 ماينس 6 يديني 3، وال 6 تنزل. ادي ال 10 بليس، نيجي هنا نحط السهم بتاعنا. ال 7 تزود ولا ما تزودش؟ زود، تخلي 0 1 وهي تبقى 0. يبقى انا عندي هنا يبقى 6 3 4 9 اند 10. يلا اللي بعديها. هنا بقى هنعمل سبتراكشن، بس لازم اعمل بالانس الاول. حط هنا 0، 0 ماينس 7 ما ينفعش، هنبره ان ال 6 1 تبقى 5 وهو يبقى 10. 10 ماينس 7 يديني 3، 5 ماينس 1 يديني 4، حط الديسمال بوينت. 3 ماينس 9 ما ينفعش، هناخد من ال 2 1 تبقى 1 وهي 13. 13 ماينس 9 يديني 4، 1 ماينس ال 4 ما ينفعش، نبره من ال 0 ده ما ينفعش، ناخد الايه ال 1 ده يبقى 0 وده يبقى 10، ناخد منه 1 هنا يبقى 1 وده يبقى 9. 11 ماينس ال 4 يديني كام؟ يديني 7، و 9 ماينس ال 5 تديني 4. يلا فين ال 10 بليس؟ اهو 7. نيجي على يمين نحط شرطه، ال 4 تدي ولا ما تديش؟ ما تدينيش، يبقى كل دول 0 وال 7 زي ما هيش. يبقى هنا 4 7 0.00. يلا اللي بعديها. هنا divided 1000 نعمل ايه؟ البوينت اصلا هنا نحركها 3 places towards ايه؟ towards left، تبقى 73 410. 10 place اهو، نيجي على يمينه ال 3 تزود ولا لا؟ ما تزودش، يبقى كل دول zeros. يبقى ايه كده؟ يلا هنا 35.5 اللي هي ايه؟ 35.5. يعني نكتب كده 35.5. 3 بلس 5 طبعا في بالانس قدامنا، هنا 1 ديجيت وهنا 1 ديجيت. 3 بلس 5 8، حط ديسمال بوينت. 4 و 5 9، 2 3 5. يلا نعمل ابروكسيميشن. ادي ال 10 بليس، نيجي على يمينه كده نحط شرطه، نحط السهم بتاعنا. 9 تزود ال 5 ولا لا؟ تزودها، يبقى ال 5 تبقى 6 وال A وال 9 تبقى 0 وكل عاملها 0 يبقى 6. يلا هنا 7 and 3 over 5 minus 3. هو احنا مش اتعلمنا ان انا ممكن اعمل سبتراكشن للميكسد طالما هول 1 وعندي انا هول 1؟ يبقى اقول 7 minus 3، 7 minus 3 يديني 4 وعندي الفراكشن ايه؟ 3 over كام؟ over 5. طيب فين ال 10 بليس؟ اهو موجود ايه؟ في 0. نيجي على الرايت نحط شرطه، ال 4 تزود ال 0 ولا ما تزودش؟ ما تزودش، ان ال 4 less than ال 5. يبقى الفور تتحول لزيرو وكل الفراكشن اللي معاها، والزيرو ده ما يزيدش، يعني ده اكن الزيرو ده يفضل زي ما هو والفور تتحول لزيرو، يعني اكنها ايه؟ اكنها زيرو. يلا مع بعضنا نحل اكسرسايز 4. تشوز ذا كوركت انسر. 74 ابروكسيميتد تو ذا نيرست 10 از ايه؟ ادي ال 10 بليس، نيجي على الرايت منه نعمل شرطه، وبعد كده نشوف الفور تزوده ولا ما تزودوش. الفور طبعا مش هتزوده، يعني هتفضل ال 7 زي ما هي وال 4 تبقى 0، يبقى ايه؟ يبقى 70. هنا 619، فين ال 10 بليس؟ ال 1، نعمل شرطه ونعمل السهم بتاعنا. ال 9 تزوده ولا لا؟ تزوده، تخلي ال 1 ايه؟ 2 وهي تتحول ل 0، يبقى 620. يلا هنا ال 10 بليس فين؟ نشاور عليه. اول حاجه نشاور على ال 10 بليس اهو، طالما شاورت عليه الخطوة التانية بقت سهلة، نيجي على يمينه نعمل شرطه، وبعد كده الخطوة التالتة سهلة، نشوف ده يزود ولا ما يزودش. يبقى أهم حاجة في الموضوع نختار البليس صح. الثري هتزود الفايف؟ لا مش هتزودها، تبقى هي زيرو، تفضل الفايف زي ما هي والناين ايه؟ زي ما هي. طبعا كل ده زيرو، يبقى 950. يلا هنا 10 بليس 7، نيجي على الرايت حط السهم بتاعنا. ال ايه تزود؟ اه تزود، تبقى 0 وال 7 تبقى 8 وده يتكتب كله، يبقى 12580. يلا ال 6 ابروكسيميتد تو ذا نيرست 10 از ايه؟ احنا قلنا ان ال 10 بليس اهو في 0، حط الشرطه. ها ال 6 تزود ولا لا؟ تزود، تخلي ال 0 1 وتقلب هي 0، تبقى ايه؟ تبقى 10 على طول. طب ال 0؟ طيب نشوفها، فين ال 10 بليس؟ جنبه اهو، نحط الشرطه ونشوف الزيرو يزود ولا ما يزودش. مش هيزوده، يبقى هيفضل زيرو وهو ده زي ما هو زيرو، يبقى ايه؟ يبقى زيرو.
يلا هنا التنس بليس فين اهو الناين دي، حط شرط. ها الناين تزود تزود طبعا، كل ده هيبقى زيرو. يلا ده لما يزيد 1 يبقى 10، ينفع احط ال 10 هنا؟ لا هنحط 0 ونكاري اب 1. 1 بلس 9 يديني 10، يبقى ايه؟ يبقى 1000. يلا اللي بعد كده نبص بقى، بيقول لي ايه ابروكسيميتد النيرست 10 يديني 200. يبقى لازم نبص هنا بقى، لازم نعملهم، نعمل كل واحده من دول. هنا فين ال 10 بليس ال 9 دي؟ على يمينها كده. لو دي تزود ولا ما تزودش؟ تزود، تخلي دي 0 وهنا 0 وال 9 تبقى ايه؟ تبقى 10، حط 0 ونكاري اب 1 تبقى ايه؟ تبقى 10. دي من اول واحده على طول عملناها، يبقى 199.1. لو عملنا دي طبعا ودي مش هتنفع، لان انا ال 8 دي هتزود ال 0 تبقى 210، وهنا ال 2 دي مش هتزود تبقى 190. يلا نشوف اكسرسايز 5. بيقول لي answer the following. What is the smallest whole number that if approximated to the nearest 10 gives the result of 300؟ دي بقى الاسئله الجميله يا اولاد اللي بتخلينا نفكر. هو عايز اقل نمبر لما اعمل له ابروكسيميشن للنيرست 10 يديني ده. طيب ناخد بالنا، هو انا ال 300 دي جت ازاي؟ عملت ابروكسيميشن لمين؟ لليونتس، وصلتها لل 10، يعني اليونتس ده اللي ايه؟ ده اللي زاد لي. طب الله، ده لما يزيد ويزود 1 ويبقى 0، يبقى هو ده كان في الاصل ايه؟ كان 9، يبقى اكيد كانت 290 حاجه. طيب ايه بقى اللي كان يزود ال 9؟ هو بيقول لي ايه؟ وات از ذا سمولست، مين اقل نمبر بيزود عندي؟ ال 5، يبقى اكيد كان ده هنا ايه؟ في 5. يبقى النمبر الاصل اللي عندي 295. ازاي؟ اهي نحط الشرطه، هنلاقي ان ال 5 هتزود ال 9 تبقى 10، هنحط 0 ونزود ال 2 1 تبقى 3. يلا نشوف هنا، وات از ذا جريتست هول نمبر ذات اف ابروكسيميتد تو ذا نيرست 10 جيفز الريزلت اوف دي. طيب ناخد بالنا دي نحلها ازاي، عشان ممكن تغلطوا فيها، يعني دي ممكن واحد يجيب حل وهي ليها حل تاني. تعالوا نشوف الحلين بتوعها. هو انا النمبر بتاعي اهو، مين الديجيت اللي ساعدني ان انا اخد القرار وبعد كده اتحول لزيرو؟ اللي هو ده، اللي هو اللي في اليونتس. الله، يعني ممكن الديجيت ده يكون زود لي ال1؟ يعني كان ممكن ال1 دي اصلا تكون ايه؟ تكون زيرو. طيب الزيرو ده بقى كان يبقى كام عشان يخلي الزيرو دي زودها لي 1؟ كان ممكن يبقى اكبر حاجه، كان ممكن يبقى 9. ده حل، بس في حل تاني يا اولاد. ايه هو؟ ان ممكن النمبر ده يفضل زي ما هو، يعني يبقى كده زي ما هو في الاصل، يعني هنعتبر ان ال1 ده اصلا ما اتغيرش، هو زي ما هو، ونحط هنا حاجه ما تزودوش. مين اكبر نمبر يتحط هنا وما يزودوش؟ الفور. يبقى احنا ممكن نختار الحل ده، وممكن نختار الحل ايه؟ الحل ده. الاثنين دول في الابروكسيميشن يدوا ده، بس ناخد بالنا هو طالب ايه؟ بيقول لي وات از ذا جريتست هول نمبر، يبقى هو طالب مني الاختيار ده. يبقى الانسر عندي از ايه؟ 12,514. طيب يلا اللي بعديها، وات از ذا جريتست هول نمبر ذات اف ابروكسيميتد تو النيرست 10 جيفز الريزلت. دي نفس الكلام، ناخد بالنا بقى ان انا ممكن هو ما يزودش، يعني مش لازم اعتبر ان ال 700 دي كانت هنا في 4 وهنا جت حاجه زودتها اللي هي مثلا ال 9، مش لازم اعتبر ان هي جت بالمنظر ده. ال 9 زودت ال 4 تبقى ايه؟ تبقى 50. احنا ممكن نعتبر ان هي كانت كده 7 وال 5 موجوده اصلا وكان في هنا حاجه وما زودتهاش، اللي هي الايه؟ هل 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ بيقول لي وات از ذا جريتست، يبقى نحط الايه؟ نحط ال 4، يبقى هنا 754. يلا اللي بعديها، وات از ذا جريتست هول نمبر ذات اف ابروكسيميتد تو النيرست 10 جيفز دي. ناخد بالنا بقى، خلاص احنا اتعودنا، طالما بيقول لي الجريتست هول نمبر هنزود اليونتس الاكبر ديجيت ما بيزودش، يعني دي تبقى كده. حط هنا 4، لما نيجي نعمل ابروكسيميشن ال 4 مش هتزود الزيرو وهتقلب هي زيرو. هنا وات از ذا سمولست، سمولست يبقى هنمشي بالايه؟ بالسكه الثانيه، يعني هنعتبر ان دي كده هنا كانت 9 4 وال 2 دي اصلا كانت حاجه وزادت، كانت حاجه وايه؟ وزادت.
طيب مين اقل نمبر عندي زود ال 1 يخليه 2؟ يبقى اكيد هو الايه ال 5. يبقى هي دي الانسر بتاعتي. اكسرسايز 6 بيقول لي فايند هول نمبر ذا سام اوف اتس ديجيت از 16. يعني لو خدنا الديجيتس كده وعملنا لهم بلس يديني 16. And if approximated to the nearest 10 gives a result of 460. يبقى انا بدور على نمبر يحصل له ابروكسيميشن لده والصم بتاع الديجيت 16. طب ناخد بالنا، هو انا ال 460 دي ممكن اوصل لها بنمبرز من تحت ونمبرز من فوق، يعني في مجموعه هنا يحصل لها ابروكسيميشن توصلني ليها، وفي مجموعه من بعديها مش هتقدر توصل للي بعديها فهترجع ليها. طيب مين اللي قبليها ممكن يوصل لها؟ يبدا معايا من اول 450 ايه 55. لما نيجي نشوف كده هنلاقي ال5 دي تزود ال5 تبقى 6 وتقلب 0، يبقى 455 و6 و7 و8 و9 كل دول يوصلين لحد 460. طب ومين بعديها؟ 461 ترجع لها، 462 ترجع لها، لحد 464. كل المنطقه دي كده، كل النمبرز دي وكل النمبرز دي هيروحوا فين؟ هيروحوا عند ال 460. انا بدور بقى على واحد فيهم الصم بتاع الديجيتس بتاعته 16 اللي هو هيبقى ايه. طب نشوف هنا 4 و 6 10 و 4 14. طب كده احنا بننزل، يبقى لازم هو هنا. طيب 5 و 5 10 و 4 14، يبقى اللي بعديه 15 واللي بعديه الصم از 16 اللي هو 457. طبعا الحاجات دي عايزه ايه؟ نشغل دماغنا، لازم نقعد نفكر كده، نقعد فيها شويه ونفكر لحد ما نجيبها، ممكن نغلط ونفكر، لكن الحاجات دي هتزود ايه؟ قوتنا في الماثيماتكس. يلا اللي بعد كده. يقول لي find the two whole numbers when we approximate each of them to the nearest 10 الريزلت is 750. الريزلت ايه؟ 750. بيقول لي وعايز الديفرنس بتوين ذيم از ماكسيمم، يعني يكون الفرق ما بينهم ابعد حاجه. طيب انا عندي ال 750 ممكن نوصل لها من نمبرز قبليها وممكن نوصل لها من نمبرز بعديها. مين هنا ابعد حاجه توصلني ليها؟ اللي هي ال 740 كام؟ ها 45. كل دول يوصلوني لحد الايه؟ ال 750. طيب مين اللي بعديها يرجع لها وما يروحش قدام؟ لحد ال 750 ايه؟ 54. 55 هيخش على اللي قدامه. كل المجموعة دي برضو لما نيجي نعملها ابروكسيميشن ترجع لل 750. طيب يبقى من اول هنا لحد هنا كل دول يحصل لهم ابروكسيميشن لل 750. مين بقى هم التو نمبرز اللي الديفرنس ما بينهم ماكسيمم؟ طبعا لازم يكون ابعد واحد هنا وابعد واحد ايه؟ وابعد واحد هنا. يبقى التو نمبرز ار ايه؟ يبقى ذا تو نمبرز or 745 and 754. وبكده يا اولادي يبقى خلصنا اول درس من دروس الابروكسيميشن. درس سهل جدا مفيش فيه مشاكل خالص. كانت اهم حاجه فيه ان احنا نحدد البليس اللي عايز اعمل عنده ابروكسيميشن. اول ما حدده هناخد شرط على يمينه وبعد كده نشوف الديجيت اللي على يمينه ده هيزوده 1 ولا مش هيزوده. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.